عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع صحتك؟ واش بخير؟ جمعه مباركه علينا، وهذا الفيديو انا كنسجل لكم وهي اليوم نهار الجمعه. علينا وعليكم ان شاء الله، وهذا الجمعه قبل رمضان الاخر ديال شعبان. تنقول لكم مرحبا بكم في هذا الفيديو، وان شاء الله يكون فيديو ممتع لكل اخت. جبت لكم اليوم واحد الفيديو اللي هو زوين وممتع، وشحال من وحده كتخلي لي في التعليق شاركي معنا الهدايا، شاركي معنا داكشي اللي خديتي من مكه ومن المدينه. واليوم جا هذاك النهار اللي لقيت فيه الوقت، وغادي ان شاء الله نشارك معكم العبايات اللي خديت ليا ولبنتي. الشيء الاخر ما غاديش نشاركو معكم، هذا كيبقى الناس اخرين. المهم نتمنى تكونوا فهمتوني. المهم غادي نشارك معكم العبايات هما الاولين ديال بنتي، وغادي نشارك معكم العبايات ديالي. هاد العبايات هادو خديتهم ان شاء الله لهذا الشهر المبارك. ان شاء الله ملي تكوني هكايا معروضه ولا التراويح ولا فهمتوا داكشي، علاش قلت اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد العبايات اللي خديت شويه من المدينه وشويه من مكه. وصافي، هاد العبايه اللي كتشوفوني انا لابساها هادي لبستها خديتها من بلجيكا. هاد العبايات خديت منهم، خديت وحده في الكحل، وحده في هذا اللون هذا، وحده في بلون كاسي، وخديت في الكري، وخديت شويه في البيج. المهم هادو خديتهم من بلجيكا، راه صبن ورد البنات، غزالين غزالين. هانتوما كتشوفوا الثوب كيفاش كيطيح، غزال الثوب ديالو، هانتوما الثوب ديالو فن فن زعما زويون. عنده هاد اللعيبه هادي هنايا بلاستيك، كيتقبطوا من هنايا بلاستيك، زعما زوينين. لبس ورد هادو هما اللي كنت كنلبس تمايا في مكه ولا في المدينه، كنت كنلبسهم حيدهم وردهم حيدهم وردهم. تما ما خديتش، خديت ولكن ما لبستهمش. اللي خديت خديتهم درتهم في الباليزه، صافي ديت عليهم الباليزه جبتهم معايا. المهم دابا غنخليكم ان شاء الله تشوفوا معايا كل عبايه بوحدها، ما غاديش نلبسهم، غادي ناخذهم لكم هكايا مصورين معلقين عفوا وحده بوحده. ها انتم بعدا انا راه صورتهم بحال هكا، علقتهم كلهم بحال هكا. شوفوا هكايا هكايا البيض، ودابا غادي ناخذ لكم وحده بوحده. غنبداو بهادي هنايا، كتشوفوا سمحوا لي راه كاين شي وحدين ما مصلحينش، كي حديتهم وريتهم لكم. هذه عندها اليدين بحال هكا وهكا دايره ايفازي كلوش، هكا هذه كتلبس مع الجينات، كتلبس هذه خديتها لبنتي. ها نتوما كتجي محلوله بحال هكا، راه ثوبها زويون وفيهم هاد الدراقيات هادو. انا قلت الا ما بغاتش هادو تقدر دير سلسله هنايا. وطبع الحال ديما كيديروا لكم الشال اللي غيمشي معاها. هادي الاولى، ندوزو للثانيه، حتى هي نفس اليدين، هما عندهم هاد اللعيبه بحال هكايا متنيين، ولكن راه مخيطين البنات شفتو. وهي ما محلولاش، عندها واحد السنيسله هنايا وهنايا كدير بحال هكا. هادو عرفتو راهم غير هما في مكه، عرفتو علوان كاين في هاد اللوين، كاين في الغوز، كاين في الكاكي، كاين في الخضيضر، كاين في البلوغوا. بنتي بغات غير هاد اللوينات هادو، قالت لك انا بغيت اللوينات باردين. ندوزو للثالثه، ديما العبايات ديال البنات ديال البنيات بحال هكا. عندها هاد اللعيبه هادي في اليدين لاستيك، وهكا هي دايره، وحتى هي هنايا بالسنيسله. انا بنتي قالت لك بغيت كلشي سامبل، وفي الحقيقه حتى انا هكاك، حتى انا خديتهم سامبل وما فيهمش بزاف ديال بلين بلين. العبايه كتبقى نقاب. وهنايا خديت هادي اللي في الكحيحل، هادي هنايا ما عندهاش سنسله ولكن عندها الطراقيات اللي كيتسدوا بحال هكا، وعندها بحال كولفي. صافي
وهذه حتى هي نفس الخدمه، تيكون هكايا لارج وما مفتوحاش، سامبل صافي. هادو بالنسبه ديال بنتي. دابا غادي ندوزو لكم الاخرين. هادي مفتوحه حتى هي من هنا، شفتو؟ نحل لكم الطراقيات انتوما، وعندهم هاد اللعيبات اللي لتحت. هادي هكا الا كان شي هكايا عرضها في الليل في رمضان تلبسيها عليك هكايا من الفوق. هنايا عندها اليدين بحال هكا، صافي. هادي انا كنت بغيت هكا، و كي قلت لكم بطبيعة الحال ديما كيديرو لكم الشال اللي كيمشي معاه. هادي حتى هي نفس الموديل، حتى هي محلولة من هنايا، شفتو محلولة وعندها هنايا، ولكن ماشي في البيض. هادي عندها في البيض واحد لوغلي هنايا في البيض، هذا هنايا عندها لوغلي في الكحل، هو نفس خدمة. مهم هانتوما في يديها هنا، زوينه ما بيهاش سامبل. انا ما قلت لكم انا ما كنبغيش هذاك بلين بلين بزاف، وداك العقيق وداك كنبغي داكشي سامبل. هادي حتى هي راه دايره ضجه لا في المدينه ولا في مكه. هادي في الوان، كاينه في الكحل وكاينه في المارون وكاينه في البلوغوا. هادي خديتها ليا حتى هي، ما في اليدين كي دايرين، هي جاتني شويه طويله خصني نقصها. عطو راها خفيفه في اللبسه، وواحد التويب عندها بارد وزوين. حتى هي عندها كيديروا لكم الشال ديالها. المهم اي عبايه شريتيها كيعطوك الشال ديالها، ولا ما عطاكش كتقولي عطيني الشال، تعطيك شال بنفس هذا. والاخرى هي اللي هادي، هادي حتى جيت لمكه عاد خديتها. هانتوما هادي كي دايره، هادي عبايه النخوه نقولوا. هادي خديتها هكايا، الا كنت معروضه لشي عرس هكايا وندير شي تكشيطه من التحت هكا، ارميها عليا في العود. لعك لبسي جلابه، لبسي هادي ديريها لك من الفوق. حتى هادي راه عندها طراقيات من هنايا تك تك، وواحد التوب فيها واعر يا البنات، بارد حتى هو. المهم لا سوا دو ميدين تيقولوا لها، لا سوا دو ميدين، ها زوينه بزاف. المهم هانتوما، هانتوما كتشوفوا راها، شوف شفافه راها زوينه، تديرها من فوق شي تكشيطه غزاله يا البنات. داكشي الا كانت تكشيطه كتكون كتبري من التحت، ولا داكشي غتبان لكم من التحت. شوف كي دايره، فنه 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 فنه. دابا غادي ندوزو للاثمنه يا البنات. هادي قال لي 150 ريال، 150 ريال وقيله تقريبا جات شي هكاك تقريبا ما نعرف. المهم ديروا حسابكم، المهم انايا درت حسابي وقيله طلعت ليا بديك 7000 ريال هكاك. هادي كيقولوا ليها 24 ريال، 24 ريال هادي ارخص 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 اللي كاينه في المدينه، وفي المكه حتى هي كاين كيقول لك 30، كيقول لك 25، كاين اللي كيقول لك 20. كتبقاي تصاومي معاه، كتبقاي تقدي معاه حتى كتهبطي ليه الاسهم. هادو تيقولوا لهم 50 ريال، 50 ريال وقيلا جات ديك 3000 ريال، نقول 3000 ريال. هادو كلهم 50، هادو كاملين ديال بنتي، وهادو هاد اللي فيها هاد بخمسين ريال، هادو كاملين بخمسين ريال، هادو كاملين خديتهم بخمسين ريال. كتبقاي تصاومي معايا، الا خديتي من عنده بكثره تيصاوم معاك. كيما قلت لكم مني كتبقاي ديري معاه بالثمن، تتبقاي طلعي معاه وتقدي معاه في الثمن، كينقص لك شي شويه.
انتما خصكم تبقاو معاه هادي واحد التوب فيها حتى هي فن والخفيفين. بالنسبه اللي تيقول لك العبايات في مكه والعبايات في، لا يا البنات ما كاين لا علاقه مع دبي. هما في مكه تقول لك يجيونا العبايات من دبي، واللي بغى العبايات الزوينين وغيمون شارجي وداك الشيء خصو يحط الثمن. كاينين ماشي ما كاينينش، ولكن راه الغلا يا البنات الغلا 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 الغلا. كتكوني مشيتي معوله بواحد واحد الاثمنه، وكتمشي كتلقاي واحد الاثمنه ما نقولش لك خياليه كما قلت لكم. لا في المدينه راه ما تقدريش تقيسيهم. مشيت للسوق بلال، قالوا لي خصك تمشي للسوق بلال. مشيت للسوق بلال، السوق بلال هما اللي لقيت فيهم هادو. فريمون حتى درت 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 عاد باش لقيت هادو، وكاينين ولكن ما كيعجبش. المهم السعوديه ما كاينش فين تخيرين، ما كاينش فين زعما، ما عجبونيش. فيهم الالوان بزاف، فيهم بزاف ديال العقيق ملطخين، انا ما كيعجبنيش بحال داكشي. تعجبني انا السامبل هكايا، تكون فيها هكايا شي دريس هكا دايز هكايا ديال العقيق، ولا بركه. هادشي اللي كنبغي انايا، ما كنبغيش بزاف تنبغي دوك اللوينات باردين، وتنبغيهم سامبل. هما داك الوان وداك التخليط وداكشي موجود وبثمن هابط، ولكن علاش انا لا تنفضل بحال هكا خفيفه. حتى لو كنتي كتكوني تلبسي واحد العبايه تكون انيقه ونخوه شي حاجه زوينه، وهي كتبقى ديما سامبل. المهم نتمنى البنات نكون فدتكم ووريتكم مهم شي حاجه اللي هي كاينين تما ماشي ما كاينينش. واللي باغي العبايات شارجي وداكشي موجود، ولكن يدي معاه الفلوس، يدي معاه الفلوس راه غاليين غاليين بزاف. اولا يمشي لدبي. قولي انا مشيت لدبي عين نمشي نشريهم من مكه. المهم انا عاد كنضحك معكم وندخل لكم شويه ديال الهومور. هادو العبايات اللي خديت راه ما خديتش بزاف. انا ما مشيتش باش نمشي نشري ولا نمشي ندير الكوميرس ولا نمشي ندير السوق ولا. المهم انا مشيت غير هكا، خديت شويه الباروك جبتو معايا باش نتفكر هكايا مني كنت تما، ونتفكر مني نلبس حاجه نتفكر مكه ونتفكر داك المقام. الهلا يحرم حتى شي مسلم من تما، والهلا يحرم تما البنات. وتنقول لكم شكرا للمتابعه ديالكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى لكم رمضان كريم ان شاء الله، ويدخل عليكم بالصحه والسلامه وباي رزق تمنيتوه ان شاء الله. واكثر يا الصحه، كلشي على الصحه، الا كانت صحيحه كلشي كيكون ان شاء الله. يا ربي امين. وبنات تنقول لكم السلام عليكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. ونتمنى لكم رمضان كريم لكم ولجميع الاسره ان شاء الله. وتنقول لكم الى الفيديو الجاي، وشكرا على المشاهده ديالكم. واللي عاد جا دخل عندي مرحبا به. و بغيت نقول لكم، عرفتوا بغيت نقول لكم بزاف ديال الحوايج، ولكن كيمشيو ليا فهاد الوقت علاش نهضر معكم. المهم رمضان كريم لكل واحد، الى الفيديو الجاي ان شاء الله كالعاده. من قلبي تنبغيكم بزاف، وتنقول لكم شكرا على المشاهده ديالكم. واللي جا عندي مرحبا به، واللي دخل عاد مرحبا به، الف مرحبا، والسلام عليكم.